هلا والله، رجعنا لكم حلقة جديدة من سلسلة أنت وش أنت. خلونا نقول لكم من كانت الشخصية اللي كانت في الحلقة الثانية. الشخصية كانت سنوة من لعبة هيلبليد. صح عليكم يا اللي جبتوها. والحين خلونا نبدأ. ساحر دربوه صغير على فنون القتال وكان أفضل متدربين، يستخدم سيفين، واحد سيلفر للوحوش وعادي للبشر. أمه كانت ساحرة بعد، وأبوه محارب. أرسلوه إلى حصن السحرة في يوم ولادته، وانشهر أنه دائما يحل المشاكل. ساعد ملك على أنه يرفع العنع عن بنته ويسترجع مادة كيميائية من اللصوص يحاولون يصنعون وحوش بهذه المادة ويستولون على العالم. في آخر رحلته قرر أنه يركز على هدفه الرئيسي، اللي هو أنه يبحث عن حب حياته اللي فقدها من فترة طويلة بسبب فقدانه للذاكرة في فترة من الفترات. وعشان ساعدكم أكثر، في عام 2011 رئيس وزارة الدولة أعطى الرئيس أوباما نسخة من اللعبة. ها، عرفتوا من الشخصية؟ اكتبوا اجابتكم تحت في التعليقات وشاركونا باللايك، وايضا شاركوا بالقناه ووزعوا على اخوياكم وكلكم حاولوا تعرفوا من هالشخصيه. ويعطيكم العافيه، ونشوفكم مره ثانيه في الحلقه الثانيه من انت وش انت.